ندمجوا هذا الدرس ضمن الدروس المقررة بمسلك الجغرافيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة القضاء عياد، ويهم الفصل الأول من هذا المسلك وهو معنون بالتحليل التضاريسي للخريطة الطبوغرافية. هذا الدرس هو درس يمكن اعتباره درسا تطبيقيا، حيث يتناول تحليل الخريطة الطبوغرافية، وذلك من حيث مكوناتها الطبيعية التضاريسية. وسنحاول في هذا الدرس أن نتناول ثلاث أو أربعة محاور أساسية، وهي على الشكل التالي. أولا، سنقوم بتقديم الخريطة الطبوغرافية وقراءة إطارها الخارجي، باعتبار أن هذه القراءة تسهل تحليل وفهم معطيات الخريطة الطبوغرافية. ثانيا، سنقوم بقراءة وتحليل العناصر البسيطة والمركبة للتضاريس، باعتبار كذلك أن هذه العناصر هي التي تشكل المنظر الطبيعي وخصوصا التضاريس الكبرى. في المحور الثالث، سنتناول بالقراءة والتحليل الوحدات التضاريسية الكبرى التي تشكل سطح الأرض. رابعا، وهو المحور الأخير، سنقوم بمعرفة كيفية تقديم هذه الوحدات التضاريسية وكذا عناصرها انطلاقا من القطاع الطبوغرافي والرسم التوضيحي الطبوغرافي. إذن الدرس الأول، وهو يندرج تحت عنوان تقديم الخريطة الطبوغرافية وقراءة الإطار الخارجي. قبل أن نتطرق إلى قراءة هذا الإطار وقراءة الإطار الخارجي للخريطة، لابد أن نقف عند تعريف أساسي، وهو المدخل الأساسي لهذا الدرس، وهو الخريطة الطبوغرافية، أي ماذا نقصد بهذه الخريطة. يمكن أن نعرف الخريطة الطبوغرافية على النحو التالي: هي وثيقة تتضمن معلومات متنوعة عن المجال، هذه المعلومات محصورة في الزمان والمكان، وهي أي الخريطة تعطينا وتوفر لنا معلومات حول مختلف الظواهر الطبيعية والبشرية. إذن الخريطة هي وثيقة، أي أنها تشهد على حالة مجالية معينة، وثيقة للمجال، أي أنها تشهد على حالة مجالية معينة محصورة في الزمان والمكان. ماذا نقصد بمحصورة في الزمان والمكان؟ إذا أخذنا خريطتين التي أمامكم، هي خريطة لخريطة منار، وخريطة على اليمين هي خريطة أيتورير، ماذا نلاحظ؟ نلاحظ على أن الخريطة الأولى أي خريطة منار هي خريطة تم وضعها في سنة 1965، بينما الخريطة الثانية هي خريطة تم وضعها في 1996، أي بفارق زمني يناهز 30 سنة. معناه أن الخريطة الأولى هي وثيقة زمنية، أي أنها تعطينا الحالة أو الوضعية التي عليها هذا المجال في هذه السنة بالضبط، بينما الأخرى أي خريطة أيتورير فهي تعطينا الوضعية المجالية أو التضاريسية وغيرها في سنة معينة، وهي سنة 1996، أي أن
ما قبل هذه السنة أو ما بعدها قد يختلف، خصوصا ونحن نعلم على أن المعطيات المتنوعة التي تتوفر عليها الخريطة الطبوغرافية قد تكون إما معطيات طبيعية أو معطيات بشرية. يمكن إلى حد ما أن نقول على أن المعطيات الطبيعية والتضاريسية اللي هي موضوع الدرس قد يمكن أن نقول على أنها معطيات ثابتة وثابتة بين قوسين، على عكس المعطيات البشرية فهي معطيات متحركة متغيرة. وبالتالي فإن المعطيات البشرية مثلا نعطي مثال كمثلا حالة الطرق ونوعها واتساعها ومثلا التجهيزات البشرية من قناطر ومن تدخلات بشرية على مستوى التدبير البشري، كلها يمكن أن تتغير من سنة إلى أخرى أو على الأقل من عقد سنوي إلى عقد سنوي آخر. وبالتالي نقول على أن هذا المجال هو مجال، أو هذه الخريطة هي وثقت لهذا المجال في زمن معين، فهي محصورة من الناحية الزمنية، كذلك من الناحية المكانية. من الناحية المكانية نحن نعرف على أن الكرة الأرضية هي مقسمة إلى مجموعة من المناطق. هذه المناطق مقسمة مناطق تحددها خطوط الطول وخطوط العرض، وكل منطقة هي محصورة ما بين خط طول معين أو خطي طول معين وخطي عرض معين. وبالتالي فالخريطة التي بين أيدينا هي محصورة في الناحية الزمنية، كما سنرى ذلك عندما نتكلم عن الإحداثيات في هذا الدرس، أي أن هذه الخريطة أعطتنا معلومات ومعطيات مرتبطة بمجال محدود. وبالتالي هذا قلنا بأن في التعريف قلنا على أن المعلومات هي محصورة في الزمان والمكان، إذن وهي حتى نتمم التعريف تعطينا وتوفر معلومات حول مختلف الظواهر الطبيعية والبشرية. لماذا؟ لأنها وثيقة أو عبارة عن صورة، فكل ما يظهر فوق السطح فهي توضحه من معطيات بشرية وطبيعية. وفي هذا الدرس يهمنا فقط الجانب الأول أي الجانب الطبيعي، ويهمنا فيه على الأخص الجانب التضاريسي. إذن كيف نقرأ بعد هذا التعريف، كيف نقرأ الإطار الخارجي للخريطة؟ وقبل ذلك ما هو دور هذا الإطار الخارجي في معرفة معطيات الخريطة وفي قراءة معطيات الخريطة وفي تقريبنا من العناصر التضاريسية والوحدة التضاريسية التي هي موضوع هذا الدرس؟ أولا الإطار الخارجي يحتوي على مجموعة من المعطيات، أولها العنوان. فعنوان الخريطة كيف يأتي؟ هو يأتي من أشهر أو أكبر تجمع سكني موجود في المجال الذي تغطيه هذه الخريطة، وبالتالي فهذا يقربنا إلى المنطقة التي تنتمي إليها هذه الخريطة ضمن المجال التضاريسي المغربي. ثانيا الإحداثيات. الإحداثيات هي كذلك من أهم المعطيات التي يتوفر عليها إطار الخريطة الطبوغرافية، إذ هذه الإحداثيات ستمكننا من معرفة موقع وموضع الخريطة أو المجال الذي تغطيه الخريطة بشكل دقيق وبشكل محسوب حسابا كاملا. ثالثا ترتيب الخريطة الدوري، أي أنه يعطينا أين توجد الخريطة الطبوغرافية أو المجال المدروس ضمن المجال التضاريسي العالمي، أي أين توجد بالنسبة لخريطة العالم ككل. ثم عندنا مقياس
الخريطة، ومقياس الخريطة هو كذلك من أهم المعطيات التي تتوفر عليها الخريطة الطبوغرافية، حيث يعطينا فكرة عن مدى دقة أو تناهي دقة معطيات هذه الخريطة، ويعطينا فكرة كذلك حول درجة تعميم المعطيات داخل هذه الخريطة. ثم مفتاح الخريطة، هذا المفتاح هو كذلك يكتسب أهمية قصوى في قراءة الخريطة الطبوغرافية، باعتبار أن هذا المفتاح هو نوع من التقديم الاصطلاحي عبر رموز وعبر أشكال وعبر نصوص متعارف عليها عالميا، تمكننا من قراءة ومعرفة المعطيات التي تحدد هذه الخريطة. إذن هذه المعطيات الخمس هي المعطيات الأكثر أهمية في الإطار الخارجي للخريطة، والتي يمكن بواسطتها أن نقرأ ونفهم ما جاء داخل هذه الخريطة. نبدأ أولا بالمعطى الأول وهو معطى العنوان. عناوين الخريطة هي عناوين كما قلنا عناوين أهميتها في كونها أنها تقربنا من المجال الذي تنتمي إليه الخريطة الطبوغرافية أو المجال المدروس. وتسمى الخرائط عادة بأكبر تجمع سكني كمدينة أو مركز حضاري أو تجمع حضاري كبير، أكثر شهرة بالمنطقة، فتعطى إليه أو تسند إلى اسم الخريطة إليه. وبالتالي يمكن من خلال قراءة مثلا هذا العنوان أن نعرف أين نوجد، ولكن هذا ليس بشكل دقيق، حيث أن هناك بعض الأسماء التي ليست معروفة بشكل كبير. على العكس هناك أسماء معروفة، مثلا عندما نتكلم مثلا نقول خريطة الرباط أو خريطة مراكش أو خريطة الجديدة أو خريطة الصويرة، هنا مجالات اللي هي معروفة. مثلا عندما نتكلم عن تبقال أو نتكلم عن دبدو أو نتكلم عن وجدة، فهذه مناطق اللي هي معروفة، ولكن هناك بعض المناطق اللي هي تبقى على أي حال تحتاج إلى توضيح أكثر. إذن هذا بالنسبة للعنوان. بالنسبة للإحداثيات، نلاحظ هذه الإحداثيات في هذه الخريطة تتكون من مجموعة من الإحداثيات، ولكن ما يهمنا فيها بشكل كبير هم الإحداثيات التي تحد الخريطة بشكل عام. المثال هنا عندنا الزاوية الشمالية الشرقية لهذه الخريطة تحد بخط طول 9.9 درجات و30 دقيقة، وخط عرض 31 درجة و15 دقيقة، بينما الزاوية الشمالية الغربية هي تتكون من نفس خط العرض من طبيعة الحال لأنه في نفس المستوى العرضي 131 درجة و15 دقيقة و9 درجات و45 دقيقة. بالنسبة للزاوية الجنوبية الشرقية فهي تتقاطع ما بين خطي طول 9 درجات و30 دقيقة و31 درجة، وأخيرا الزاوية الجنوبية الغربية فهي تتقاطع بين خطي طول 9 درجات و45 دقيقة وخط عرض 31 درجة. إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج من هذه الخريطة أو من هذه الإحداثيات التي تحد الخريطة على أن المنطقة أولا تقع غرب خط غرينتش. هذا الاستفادة الأولى. لماذا؟ لأن لاحظوا معي في الزاوية الشمالية الشرقية يعني 9 درجات و30 دقيقة، لاحظوا كلما اتجهنا نحو الغرب إلا والقيمة أو قيمة الدقائق تزداد، أي أن هناك فارق 15 دقيقة ما بين الحد الشمالي الغربي والحد الشمالي الشرقي والحد الشمالي الغربي، أي أننا نتجه أي أن درجة الصفر موجودة في الشرق، أي أن المنطقة هي في غرب خط غرينتش. إذن وهذه معلومة ليست جديدة، لأنه نعرف على أن
المغرب أو إحداثيات المغرب كلها تقع غرب خط غرينتش. إذا وهناك كذلك يعني 15 درجة. نفس الشيء إذا أخذنا خطوط العرض نلاحظ على أن هذه الخريطة تبدأ ب 31 درجة 31 درجة وتنتهي ب 31 درجة و 15 دقيقة، أي كذلك 15 دقيقة عرضا. لاحظوا كذلك على أن هذه الدرجات أو هذه الدقائق تتزايد كلما اتجهنا نحو الشمال، معنى هذا أنها توجد أي هذه المنطقة توجد شمال خط الاستواء، وهذا شيء معروف نعرفه كذلك أن المغرب برمته يوجد شمال خط الاستواء، وهي كذلك تتكون من 15 دقيقة. إذن ماذا يفسر هذا كذلك؟ يفسر على أننا في مجال محدود 15 دقيقة عرضا و 15 دقيقة طولا، أي ما يوازي إذا أردنا ما يوازي 27 كيلومتر من ناحية العرض و 25 كيلومتر من ناحية الطول، أي أن المجال المدروس هو يناهز 700 كيلومتر مربع. إذن هذا هو المجال الذي تغطيه هذه الخريطة. إذن وعرفنا هذا هو دور الإحداثيات. كذلك دور الإحداثيات يأتي له دور أساس دور آخر، هذا الدور قد يكون له علاقة بمواد أخرى في داخل مسلك الجغرافية، خصوصا الكارتوغرافية المساندة بالحاسوب، لأن هذه الإحداثيات ستفيدنا في إدخال هذه الخريطة في النظام العالمي للإحداثيات. الدور الثاني لهذه الإحداثيات داخل الخريطة أو الاستفادة الثانية، الاستفادة الثانية لها هو أنه بواسطة هذه الإحداثيات يمكن كذلك أن نحدد أي نقطة داخل الخريطة. مثلا إذا أردت أن أعرف ما هي إحداثيات النقطة الآن المرسومة باللون الأحمر، ما هي إحداثيتها؟ فهنا يكفي فقط وبقراءة بسيطة أن أعرف ما علاقة خط الطول الذي تمر منه، وهنا هو 9 درجات و40 دقيقة، وخط عرض الذي يتقاطع معه وهو 31 درجة و10 دقائق، أي أن النقطة هي توجد في تقاطع بين خطي خط عرض 31 درجة و10 دقائق و9 درجات و40 دقيقة، وهذا يمكن كذلك أن نطبقه على أي نقطة داخل الخريطة، وهذا كذلك من بين الأشياء المهمة والتي تفيدنا عبر قراءة الإحداثيات داخل الخريطة الطبوغرافية. إذن هذه الإحداثيات يمكن كذلك أن نقول بأن هناك إحداثيات موازية لها، وهي توجد على هذه الإحداثيات اللي هي إحداثيات جغرافية نسميها بالإحداثيات الكارتوغرافية، وهي تعطينا المساحة المسافات بالكيلومتر سواء من حيث الطول أو من حيث العرض. بالنسبة لترتيب الخريطة الدولي، نعرف على أن الخريطة العالمية خريطة العالم مقسمة إلى مجموعة من الدوائر، مجموعة من الدوائر تبدأ أولا بحروف اللاتينية كما هو المثال عندنا NH، وكل دائرة تقسم كذلك إلى دوائر أخرى تمثل باش بحروف بأرقام عربية، ثم تقسم هي الأخرى إلى دوائر تمثل بأرقام رومانية، ثم تقسم إلى جزيئات أخرى ما بين حروف عربية وما بين أعداد عربية وحروف لاتينية. إذن هكذا يمكن أن نعرف كل قطعة من المجال ما هو عنوانها في داخل الخريطة العالمية. هذه هو دليل، إذا أردنا أن نقول بأنه هو دليل للخرائط الطبوغرافية العالمية وتقسيمتها عبر العالم. نلاحظ كذلك على أنه كلما هذا له علاقة بالمقياس،
كلما صغرت الدائرة لاحظوا بأن الدوائر الكبرى اللي هي دوائر تمثل قلنا باش بحروف لاتينية كبرى ماجوسكول تمثل بمقاييس كبيرة وهي واحد على مليون، بينما الأقل منها تمثل ب 250 ألف، والأقل منها تمثل ب 100 ألف، والأقل منها تمثل ب 50 ألف، وهي الحالة التي عندنا في هذه الخريطة، لأن الخريطة التي عندنا هي بمقياس 1 على 50 ألف. إذن هذا دور معرفة الترتيب الخريطة داخل النظام أو النظام الدولي أو الخريطة الدولية. فيما يخص العنصر كذلك المهم في الخرائط الطبوغرافية وهو المفتاح، باعتبار أن هذا المفتاح هو إذا أردنا أداة التواصل بين واضع الخريطة وما بين قارئ الخريطة. نحن نعلم على أن الخريطة عند بداية وضعها هي عبارة عن في أولها عن صورة جوية، وهذه الصورة الجوية ثمت تحويلها أو قراءتها قراءة كارتوغرافية، قراءة طبوغرافية وكارتوغرافية، وبالتالي المعطيات المباشرة التي كانت تحتوي عليها الخريطة أو الصورة الجوية تم تحويلها وتم تعبير عنها بوسائل متفق عليها من ناحية على المستوى العالمي، يعني ما نسميه بلو لونغاج توبوغرافيك، يعني هذه التوبوغرافي او هذه اللغه التوبوغرافيه، وهي لغه متفق عليها في على مستوى العالم. ولهذا اذا اخذتم خريطه من اي دوله ستجدون على ان المفتاح يتشابه باعتبار انه نفس الرموز نستعملها. اذا هناك تحويل لمعطيات مباشره الى رموز تتخذ إما أشكال وإما ألوان. الأشكال هي ثلاث أنواع، إما أشكال على شكل نقط أو على شكل خطوط أو على شكل مساحات، وكونها على شكل نقط أو على شكل مساحات أو على شكل نقاط يختلف باختلاف أولا العنصر الممثل أو المعطى الممثل، وباختلاف كذلك المقياس. لهذا نجد على أنه في مقاييس صغيرة يمكن أن نعبر عن المدن بنقط، مثلا مدينة مراكش يمكن أن نعبر عنها بنقطتين. لماذا؟ عندما يكون المقياس صغير جدا، مثلا المقياس الذي يمكن مثلا واحد على جوج البليون الذي نريد أن نمثل به خارطة المغرب، فمراكش هنا تمثل نقطة، ولكن إذا كبر المقياس مثلا واحد على 10,000 هنا ستصبح مدينة مراكش عبارة عن مساحة لأن المقياس اختلف. إذن أشكال أو ألوان، وهو الألوان كذلك تدخل في إطار مصطلحات متعارف عليها كما سنرى. بالنسبة مثلا للارتفاعات لها ألوان، بالنسبة لما له علاقة بالنباتات له ألوان، بالنسبة لما له علاقة بالماء له ألوان أخرى. إذا نلاحظ هنا مثلا هذا الجزء من المفتاح، جزء مفتاح ويوجد دائما في أغلب الحالات على يمين الخريطة، يجمع ما بين معطيات اللي هي معطيات طبوغرافية ارتفاعية، وهي هنا عندنا لي كورب أي المنحنيات، ونقصد هنا منحنيات تسوية، وهي بألوان بلون بني وبخطوط متعرجة، أو بلون بني كذلك إذا كانت هناك أشكال مرتبطة بالتضاريس خصوصا ما تعلق بلي دون، يعني الكتبان الرملية. ثم هناك معطيات أخرى مثلا اللي هي معطيات
اللي هي نعتبر بان ما نسميه بالنقط الجيوديزيه لي بوين جيوديزيك، اللي هي علامات، اما علامات مرتبطه علامات طبيعيه كالقمم، او علامات بشريه ك يعني المقابر، سواء كانت مقابر اللي هي مقابر مسيحيه او مقابر اسلاميه، وكذلك بعض المعطيات البشريه مثلا كالحدود الدوليه، وكذلك بعض المعطيات اخرى مثل هنا المثال اللي عندنا مثل هذا وجود مطارات. جزء ثاني من هذا المفتاح وهو مهم جدا، لاحظوا هنا ممثلة باللون الأزرق، أي كل ما له علاقة بالماء، سواء تعلق الأمر بمجاري مائية أو جريان مائي، جريان مائي سواء كان هذا الجريان دائم أو كان جريان مؤقتا، كل ما له علاقة بالمساحات المائية كالمستنقعات كالسبخات كال البركات المائية إلى غير ذلك، كل ما له علاقة. وكذلك وهذه معطيات مائية طبيعية، وكذلك المعطيات المائية البشرية مثلا كالكانال دي ريغاسيون، أي قنوات السقي الذي تعتبر هي من تدبير البشر، ولكن هي كذلك تأخذ اللون الأزرق باعتبارها أن مكوناتها هي مكونات مائية. إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج على أنه كل ما له علاقة بالماء داخل الخريطة الطبوغرافية فهو يمثل باللون الأزرق. معطيات أخرى تمثلها الخريطة كذلك، ومنها أولا كل ما له علاقة بالنبات، سواء كان غابة أو كانت أحراش أو كانت مغارس أو كانت استغلالات، يعني دي جاردان، استغلالات عبارة عن حدائق. إذن كلها تمثل، لكن هناك ذلك نلاحظ على أن اللون الأخضر هو اللون المخصص لكل ما لا علاقة بالنبات، باعتبار باختلاف طبيعة الحال درجة اللون، وباختلاف الأشكال التي يتخذها كل لون، الأشكال المدرجة داخل كل لون. إذن كل ما هو أخضر داخل الخريطة الطبوغرافية فهو له علاقة بالنبات، سواء كان طبيعيا أو بشريا. نفس الشيء كذلك بالنسبة للأشياء التي تمدنا بها المفتاح الخريطة، وهو مهم كذلك، هو موقع الخريطة داخل المناطق المجاورة. نلاحظ على أنه عادة أن هذا الموقع يوسط الخريطة بين 9 خرائط، أي التي تحيط بها سواء من حيث من الشمال أو من الجنوب أو من الشرق أو من الغرب، وهذا يعطينا فكرة ويعطي للقارئ فكرة على موقع الخريطة داخل الجهة الكبرى التي تنتمي إليها. وهذا مهم جدا. لماذا؟ لأننا يمكن أن نوطن للخريطة من خلال هذا الجدول، ونعرف إلى أي الوحدات التضاريسية الكبرى التي تنتمي إليها هذه الخريطة. مثلا نلاحظ على أن هذه الخريطة أنها توجد في قرب من صويرة، وفي الشمال ديال أكادير، وفي الجنوب ديال، معنى هذا أن هذه المنطقة توجد في الأطلس الكبير الغربي. إذا من خلال هذا الرسم نلاحظ أو نقرب الخريطة إلى مجريها الكبير، أي أنها توجد في الأطلس الكبير الغربي، وهنا قد نبدأ في فهم بعض المعطيات التي تهم هذه الخريطة قبل قراءتها، أي الانتماء ديالها الجغرافي، الانتماء الجهوي، والوحدة التضاريسية الكبرى التي تنتمي إليها، وكذلك المجالات الجغرافية البشرية التي تنتمي إليها. نفس الشيء توضيح آخر، وهو توضيح إداري، بحيث أن هذا المفتاح يعطينا الانتماء الإداري، طبعا تحليل من أراد أن يقوم بالتحليل البشري، الانتماء الإداري التي توجد داخله
أو ضمنه هذه الخريطة. إذن هذا بالنسبة له. كذلك بالنسبة لهذا المفتاح يعطينا كذلك فكرة أساسية عن اتجاهات الشمال، أي الاتجاه الشمال الكارتوغرافي والشمال الجغرافي والشمال المغناطيسي، ويعطينا كذلك الزوايا الفارقية أو الزاوية التي تفرق ما بين كل شمال على حدة، حتى يمكن أن نوجه الخريطة بشكل دقيق. إذن هذا بالنسبة لنا هذا الجزء من المفتاح. جزء آخر من المفتاح وهو عبارة عن أشكال، عبارة عن نقاط، يعطينا مجموعة من المعطيات التي يمكن أن نفهم كذلك وأن نقرأ بها الخريطة. خصوصا مثلا نلاحظ على أن يعطينا أنواع الاستغلاليات الموجودة في هذه المجالات. مثلا يعطينا أين يكون الاستغلال بالنخيل أو بالحواميض أو بالزيتين إلى غير ذلك. يعطينا كذلك كل ما هو موجود من صلاح أو مساجد إلى غير ذلك. يعطينا كذلك كل ما يوجد من معطيات بشرية من أسواق أو من أسواق، سواء كانت أسواق أسبوعية أو غيرها. إذن مجموعة من المعطيات المرتبطة بالنشاط البشري. كذلك من معطيات أخرى مهمة كذلك في المفتاح الخريطة، وهي معطيات مرتبطة بالطرق، حيث أن الخريطة الطبوغرافية تعطينا بشكل دقيق مجموع الطرق، سواء كانت مسالك أو كانت طرق ثلاثية أو كانت طرق ثانوية أو نسميها بطرق الثانوية أو هناك طرق الأساس الرئيسية. وهذه الطرق هي مهمة بطبيعة الحال بالنسبة لي معرفة يعني المسالك أو المسالك داخل هذه الخريطة، ولكن هي كذلك لها علاقة بالتحليل التضاريسي. لماذا؟ لأنه الطرق لا يمكن أن تمر إلا عبر تضاريس ليست بالوعرة، وبالتالي فالطرق عندما نقرأ شبكة الطرق داخل الخريطة الطبوغرافية فهي أولا تعطينا فكرة عن المجالات كيف تختلف، وتعطينا فكرة عن المجالات التي يمكن أن تمر عبرها الطرق. ولهذا سنجد مثلا أن الطرق في الخرائط لا يمكن أبدا أن تكون متعامدة مع خطوط التسوية، وبالتالي إذا أردنا أن نتبع نعرف أين يعني تخف خطوط التسوية ويمكن المرور منها، يمكن فقط أن نتتبع الطرق وسنعرف على أن هذه هي الأماكن التي يمكن السلوك من خلالها أو عبر التضاريس الوعرة. إذن هذا بالنسبة للمفتاح. بالنسبة للمقياس، المقياس كما نعرف أو كما يمكن أن نعرفه هو نسبة من فراكسيو ما بين الأبعاد على الطبيعة وعلى الواقع والأبعاد على الخريطة، حيث تمثل الأبعاد الحقيقية الطبيعية على الخرائط بأبعاد، حيث تمثل الأبعاد الحقيقية الطبيعية على الخرائط بأبعاد أقل من الحقيقة، وذلك لتسهيل قراءة الخرائط. مزيد. إذن المقياس هو علاقة ما بين مجالين مختلفين من حيث الأبعاد، مجال واقعي ومجال الخريطة. إذن هذه العلاقة هي علاقة، إذا أردنا هي علاقة تصغير، أي أننا نقوم بتصغير المجال الحقيقي بنسبة معينة حتى يمكن أن نضعه داخل ورقة يمكن قراءتها دون اللجوء إلى هذا الميدان. جميل. إذن شنو هي مزايا المقياس؟ شنو هي مساوئ المقياس؟ مزايا المقياس هو أنه يمكن للقارئ أن يستوعب المجال، معناه يمكنه أن يشمل المجال، بحيث أن المجال الذي لا يمكن أن يراه بشكل مرة واحدة
فالمقياس يسمح له أن يراه مرة واحدة. ولهذا نجد مثلا الخارطة التي أمامنا كما قلنا في الأول هي خارطة تمثل حوالي 700 كيلومتر مربع، أي أننا الآن نشاهد دفعة واحدة 700 كيلومتر مربع. إذن ما الذي جعلنا نشاهدها مباشرة مرة واحدة؟ إنه المقياس. إذن فهو يقرب المقياس، يقرب المجال ويجمع المجال. ثانيا أن المقياس هو عين القارئ. عين القارئ من أنه هو الواسطة التي يقرأ أو التي ينظر إلى القارئ من خلاله إلى الواقع. لكن المقياس له كذلك عيوب، خصوصا إذا كان المقياس صغيرا. ما معنى مقياس صغير؟ عندما نريد أن نمثل مجال معين على خريطة أو فوق ورق، معناه كما قلنا أننا نضطر إلى تصغيره. السؤال هو كم من مرة قمنا بهذا التصغير؟ هل هو 10 مرات أم 100 مرة أم 1000 مرة أم 50,000 مرة أم 100,000 مرة أم أكثر؟ إذن هذا العدد من التصغير ماذا يترتب عنه؟ يترتب عنه أنه كلما صغر المقياس أن الظواهر الجغرافية والظواهر التضاريسية لا يمكن أن تظهر. أعطي مثال، لنفرض أن عندنا سفح من 5 كيلومترات. إذن 5 كيلومترات إذا مثلناه على 1/50,000 سيعطينا، سينحصر هذا السفح في 2.5 سنتيمتر. سنتيمترين ونصف، معناه إذا اشتغلنا على الخارطة بمقياس أكبر 1/100,000 سيصبح سنتيم واحد. معناه أن الظاهرة تصغر كلما صغر المقياس، وبالتالي الظواهر الصغيرة، الظواهر التضاريسية الصغيرة لا يمكن أن تظهر في المقاييس الصغيرة. على العكس إذا كبر المقياس فإن الظاهرة التضاريسية تظهر أكثر وتتوضح أكثر. حتى أعطي مثال، هنا عندنا خريطة مدينة مراكش. في الأعلى عندنا جبل جليز كما هو مبين، وفي خريطة 1/50,000. في الأسفل عندنا نفس المنطقة أي جبل جليز وبمقياس 1/100,000. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ على أن، لاحظوا معي خطوط التسوية باللون البني والأجراف التي اللي هي عبارة عن خط بني مسنن في مجموعة من التسننات. لاحظوا في مقياس 1/50,000 ظهرت لنا تفاصيل، معنى أن هذا السفح المنحدر من قمة 525 هو سفح في أحد مراحله نلاحظ على أن الانحدار يصبح 100% أي 90 درجة، لأن هذا الخط المسنن يعني أن الانحدار 90 درجة، بينما في المقياس في الحالة 100,000 أنه لا يظهر. معناه ما الفرق بين هذه الخريطة وهذه الخريطة؟ الواقع المجال هو نفسه، الفرق فقط في المقياس. معنى أنه كلما كبر المقياس إلا وازدادت تفاصيل الخريطة، كلما صغر المقياس إلا التجأنا إلى ما يسمى بمبدأ التعميم، أي نعمم الظواهر والظواهر الصغيرة لا تظهر أكثر. ولهذا نقول على أن التضاريس إذا أردنا أن ننظر إليها أو نقرأها في كبريتها أو ماكرو، هنا يمكن أن نعتمد على المقاييس الصغيرة. لكن إذا أردنا أن ندرس العناصر تفصيلية للتضاريس فلا بد هنا أن نشتغل بمقاييس كبيرة، مثل 1/50,000 و 1/25,000. إذن هذه هي العناصر
التي يمكن بواسطتها قراءة الخرائط، الخريطة الطبوغرافية. إذن هي عناصر إذا عرفنا كيف نقرأها وكيف نتعامل معها يمكن أن نقرأ قراءة سليمة للخريطة الطبوغرافية، وهذا ما سنبدأه في الحصة القادمة إن شاء الله بقراءة أول شيء وهما خطوط التسوية.